يا خيول أخالتك، أنتم أسطورة لكل العالم وليست للشعب التركماني فحسب. ويا خيول أخالتك، من أنتم ومن أين يمتد نسبكم؟ ولماذا كل العالم معجب بكم؟ يعيش في العالم أكثر من 250 نوعا من الخيول، وتعتبر ثلاثة أنواع منها بخيول أصيلة فقط: خيل أخالتك، والخيل العربية، والخيل الإنجليزية. ولماذا وقع على خيول أخالتك القديمة حظ من السعادة وحظ من الشقاء؟ عشرات من الجوائز والمكافآت العالمية الكبيرة استحقتها خيول أخالتك في المسابقات والأولمبيادات والمعارض الدولية، ولا يتسع المجال لذكر كل منها، ولكننا سنذكر واحدة منها اسمها أقبسنت، التي سميت بلقب خيل العصر، وذلك بعد فوزها في الألعاب الأولمبية. ومن الذي كان يربي نوع خيول أخالتك في مناشئ تربية الخيول في ولايات الأمم المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وألمانيا والبلاد الأخرى؟ وفي أي زمن وصلت إلينا ذكريات عن خيول أخالتك؟ معاصرو القائد العظيم ألكسندر مقدوني والكتاب اليونانيون الذين عاشوا بعد كرودوت وبلوتارخ كانوا يصفون مسير الملوك ومسير ملوك الفرس داريا وكسرخس، وفيها ذكروا عدة مرات خيول أخالتك التي كانت آنذاك تباع بأغلى الأثمان، وكانت تعتبر من أحسن الجياد في وقتها، وبفضل تلك الخيول كانوا ينتصرون في الحروب، وهي الحيوانات الوفية، وكانت دائما صديقة الإنسان ورفيقته في السفر والحضر. خيول نسا تفوق بجمالها كل الخيول، وهي الخيل المفضلة لدى الملوك العظام، مع رأس هذه الأنف المعقوف وعفرتها الذهبية التي يحركها الهواء بشموخ. وقد كتب أيضا الكاتب اليوناني الذي عاش في القرن الثاني من الميلاد السيد أبيان عن كرامة خيول أخالتك، وهناك الأسس التي تؤكد بأن هذا النوع من الخيل، خيل أخالتك بالذات، كانت أصلاً لأصول جميع الخيول العالمية. وقد كتب الأستاذ فيت قائلاً أن هذه النسخة من خيل أخالتك هي النسخة الوحيدة من تلك الدم الصافية التي أوجدت بها جميع خيول العالم. وقد هذب المظهر الخارجي لخيول أخالتك خلال القرون المتعددة، ويكسب الجمال المتميز لها شكل رأسها الجميل وعنقها العوازية وقفزتها العالية المرنة، ومرونة القوائم الأمامية والعنق هي من نتيجة الحفر العميقة حيث كانوا يضعون فيها العلف للخيول. وفي هذه الحالة كانت تضطر أن تعقف قوائمها الأمامية وتلوي عنقها معا. كانت الخيول وفية لصاحبها، ولهذا كانت تعتبر أحدا من أفراد العائلة. وليس من الصدفة أن يشيع مثل بين الشعب يقال: حد الصباحا أباك أولا ثم خيلك. والشعب التركماني لا يكتفي بملاطفة الخيول فقط، بل يشعر نحوها بشعور إنساني خالص، ويعتبر الإساءة إليها ذنبا عظيما. Thank you.
وبعد وفاة الخيول كانوا يدفنونها كما يدفن الآدمي. وكانت تقع تلال ومقاطع طرق جبال كوبيتاغ في الطرق التجارية، وكانت الأخبار تنتشر في أنحاء العالم عن جمال تلك الخيول المشهورة عالميا، ولهذا كانوا يشترونها أو يسرقونها وينهبونها من هناك كغنائم عسكرية. وفي مدينة نسا القديمة وجدت هياكل خيول أخالتكا، ونفس هذه الهياكل وجدت في جبال ألتندبا بتركمانستان، ويؤرخ أصل تلك الهياكل بمرور 2000 سنة من قبل الميلاد. وخيول أخالتكا قد شهدت شروق وغروب حضارتي بارفيا ومرو متعايشة على وجه الأرض مع الناس، وشهدت تلك المآسي التاريخية القاسية أيضا. في القرن الرابع قبل الميلاد قدم القائد ألكسندر مقدوني مع جيشه إلى مدينة خيله المفضلة التي تسمى ببوسفالا، والتي أخذها من مدن ساحل بحر قزوين. والقائد ألكسندر كأستاذه كير استطاع أن يربي وينشئ أسرع الخيول الصبورة التي انتصر بها في كثير من الحروب، وذلك بعد زواجه من الأميرة روكسانا. وبعد سقوط الشرق المتوسط والأدنى في القرن السابع دخل العرب إلى غرب تركمانستان، وقد وجدوا من التركمان مقاومة شديدة، وأعجبوا بخيول أخالتكا في جمالها وتحملها في الحرب. وحسب عادة الحرب أصبحت الخيول غنيمة لهم، وكثير من تلك الخيول قد نقلت إلى سوريا، ومن يدري قد يكون أن تلك الخيول قد خدمت في تحسين نوع الخيل العربية. أنت فانصر لنا يا رب العالمين. في القرن الثالث عشر يداهم تشنغيز خان بلاد أجدادنا، وتسيل الدماء في الأرض، وخربت مدينة نسا ومدينة مرو بأكملها، وقد هرب الناس بخيولهم
إلى الأماكن الصحراوية الواسعة، وكانت الخيول تساعد الناس في تلك الساعات الصعبة أيضا. السابق كانت خيول أخلتك غنيمة حربية في كل الأزمان، وبقدوم الحروب الأهلية نقلت الخيول إلى روسيا وإنجلترا وأفغانستان والهند. كاد نوع أخلتك ينقرض من منشئه الأصلي، وفي ذلك الوقت أيضا ساعدت خيول أخلتك في تحسين جياد تلك البلاد، وقد ساهمت في دفع السوء عن أصحابها وعائلاتهم في الحروب. ولم يفارق الشعب التركماني خيولهم لحظة من اللحظات، وإذا رجعت الخيل عندهم وحدها فيعرف فورا أن صاحبها قد توفي. سنة 1924 سنة مأساوية لخيول أخلتك، وتركمانستان التي كانت تقع بين ملتقى الحضارات لم تستطع أن تبقى وحدها في جانب التغيرات التاريخية التي حدثت في العالم، وأصبحت تركمانستان دولة في عداد الاتحاد السوفيتي، ونظام إلغاء الملكية الخصوصية أثر على الاقتصاد العام وعلى تقدم الشعب وثقافته، وكان امتلاك الخيول في البيوت ممنوعا، وأصبحت الخيول ملكا للمزارع التعاونية الاشتراكية، وكان واجبا على الناس تسليمها للحكومة. تلك الخيول التي كانت كأنها فردا من أحد أفراد العائلة وأحد الأصدقاء المقربين. وفي الحقيقة تعتبر الخيول شيئا عجيبا، وقد كانت تثمن بثمن أولاد الصحراء وأغلى من النساء والأطفال والنفوس. والخطأ السخيف الذي وقع به المسؤولون آنذلك هو اعتبار خيول أخلتك كالحيوانات الأهلية الأخرى التي تستخدم في المزارع التعاونية الاشتراكية. القلق على حياة خيول أخلتك قد ساهم في إقامة الجري
بالخيول عام 1935، وقد أكد 30 فارسا جودة نوع خيول أخلتك في تحملها وصبرها في العبور من المناطق الصحراوية والجبلية الوعرة مع قليل من الزاد والماء، وقد قطعوا 400 كيلومتر من المسافة خلال 84 يوما، وكان أكثر أجزاء المسافة تقع في صحراء قرقوم الممتدة. ولم يفكر أحد أن عامل الأساسي في تطور هذه الخيول عبر مئات السنين الماضية كان الإنسان والطبيعة. الحرب العالمية الثانية انشئت في تركمانستان أقسام الفرسان الذين شاركوا في مقاومة الألمان الفاشيين، وهناك قصص منتشرة بين الناس عن شجاعة فرسان التركمان في الجبهة. ولأجل المشاركة في حفلة عرض للانتصار في الحرب عام 1945، قد اختير من بين الخيول الكثيرة خيل أخلتك، وعلى ظهر تلك الخيل قد مشى أمام الجمهور المارشال المشير جوكوف في ساحة موسكو الحمراء. تكن شهرة خيول أخلتك العالمية ولا فن السائس كافية لإزالة خطر انقراض هذا النوع، لم تكن مفيدا لحكومات ذلك الوقت رعاية الخيول الأصيلة، ولهذا كانت المزارع تحاول التخلي عنها بأي وسيلة ممكنة، وتتردد القصص عن ذكر مآسي تلك الأيام. هل هذه نصيبك يا خيول أخلتك؟ أنتم فخر الشعب وأسطورته، أولستم قد مشيتم جنبا لجنب مع حياة الإنسان ووقفتم معه في الحروب والسراء والضراء، متحملين معهم الشدة والرخاء، وكنتم رب الجمال في أعيادهم، وهل حان أوان لنهايتكم؟
القلق على حياة خيول أخلتك جعل الأمل الوحيد متعلقا في المجتمع والحكومة، والتغير الجذري قد حدث في حياة خيول أخلتك بعد صدور قرار مجلس وزراء تركمانستان عام 1986، القرار الذي ينص على منع تسليم خيول أخلتك الأصيلة للحم والسماح بامتلاكها ملكا خصوصيا. وهذا القرار قد وقع من قبل الرئيس الحالي السيد صفر مراد نيازوف عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء ذاك الوقت. والجري الجديد بالخيول عام 1988 أخبر العالم عن التحرر للخيول وعن بداية الحياة الجديدة للفارس التركماني. واليوم صورة خيل أخلتك في قلب الشعار الوطني لتركمانستان. حسب قرار رئيس تركمانستان تحتفل تركمانستان سنويا بعيد الخيول التركمانية في كل يوم الأحد الأخير من شهر إبريل. شعبنا شعب لا يتخلى عن أصدقائه، ونحن سنعطيك قدر ما أخلصت لنا يا خيل أخلتك، وسنرسم على التماثيل الحجرية كل المراحل التي مررت بها في حياتك ابتداء بالقديم إلى الحاضر. أنت الخيل التي صنعت التاريخ مع الشعب. أخلتك انظري، قد طلعت نجمتك ونحن نؤمن أنها ستبقى مشتعلة إلى آباد الأبد.